صدانون. اللاز والشركس ومهجر القوقاز، كيف يحافظون على هويتهم الثقافية؟ مقال لرغد الشماط ضمن ملف أعراق تركيا. نختتم سلسلة التقارير التي تتحدث عن العرقيات التي تشكل المجتمع التركي اليوم بالحديث عن عرقية اللاز التي قدمت شخصيات قيادية للجمهورية التركية، وأيضا عن الأتراك الشراكسة الذين دفعتهم الظروف الجغرافية وقربهم من الدولة العثمانية وظروف الحرب والنفي والتهجير الذي مارسته روسيا بحقهم إلى الهجرة صوب الإمبراطورية العثمانية واستقرار أعداد كبيرة منهم في بلاد الأناضول. من هم اللاز؟ هم المجموعة العرقية التي عاشت على سواحل البحر الأسود في تركيا وجورجيا وأحد شعوب القوقاز، وقد بدأ الإسلام بالانتشار بينهم مع القرن السادس عشر. يعيشون اليوم في تركيا في حوض البحر الأسود بمحافظتي ريزا وأرتفين، بينما استقر قسم منهم في أدبازاري وسبانجا ويالوفا وبورصة هربا من الحرب الروسية العثمانية. يوجد تفاوت كبير في تقديرات أعداد أقلية اللاز في تركيا، فبينما يذكر أحد منشورات مجلس الهجرة واللاجئين في كندا أن تعدادهم يتراوح بين 90 إلى 150 ألفا، يتحدث 30 ألفا منهم اللغة اللازية كلغتهم الأم. فإن الدليل العالمي للأقليات والشعوب الأصلية ذكروا أنه وفقا لتعداد عام 1965 كان عدد الأفراد الذين أعلنوا عن أنفسهم لازا 250 ألفا، ويقدر عددهم اليوم بما يتراوح بين 750 ألفا ومليون وخمسمائة ألف إنسان. ويستخدم أتراك الأناضول مصطلح اللاز للإشارة إلى سكان البحر الأسود، بينما يطلقه سكان البحر الأسود على المقيمين شرق البحر الأسود، أي أنه استخدام كإشارة إقليمية. دخول اللاز تحت الحكم العثماني. عندما فتح السلطان محمد طرابزون عام 1461، انضم جزء من اللازيين للإمبراطورية العثمانية ودخلوا طوعا في الإسلام خلال نصف قرن من بداية القرن السادس عشر إلى أربعينيات القرن السادس عشر، واندمجوا بالثقافة العثمانية والإسلامية ودافعوا عن الدولة العثمانية ببسالة وهي في أكثر حالاتها ضعفا. وسميت المنطقة من باطوم إلى طرابزون باسم لازستان سنجق في جميع المصادر العثمانية. النشاط الثقافي واللغة. تأسست أول جمعية للاز داخل الحدود التركية في نهاية الدولة العثمانية عام 1914، لكن لم تتمكن من الاستمرار فترة طويلة، ولم يكن من السهل التحدث أو الكتابة باللغة الأم حتى عام 1991. وبعد نحو 80 عاما من إعلان الجمهورية، تأسست أول جمعية لازية باسم لاز كالتير درني في إسطنبول. يتركز نشاط أقلية اللاز في تركيا كوحدة عرقية على الأنشطة الثقافية والمجتمعية، إذ تحمل الجمعيات على عاتقها تعزيز ثراء اللغة والثقافة وحمايتها، فتتخذ إجراءات قانونية ضد الاستيلاء على الموروث الثقافي والفني لشعب اللاز، مثل الأغاني والرقصات الشعبية والأدب الشعبي والآلات التقليدية التي هي ملك لثقافة اللاز. وبما أن ثقافة اللاز جزء من الجغرافيا الثقافية لمنطقة القوقاز والبحر الأسود، فإن الجمعيات تعمل على التعريف بثقافة القوقاز والبحر الأسود والترويج لها، ومشاركة قيم القوقاز والبحر الأسود كقيم مشتركة للإنسانية مع بقية أفراد المجتمع. كما تعمل وتصدر هذه الجمعيات منشوراتها باللغتين التركية واللازية في المجالات الفنية والثقافية، مثل الموسيقى والمسرح والسينما والأدب. صنفت اليونسكو اللغة اللازية كلغة مهددة بالانقراض، وحتى وقت قريب لم تكن لغة مكتوبة بل محكية فقط. وتأسست العديد من الجمعيات الثقافية للحفاظ عليها وإعادة نشرها بين جيل الشباب وتشجيع تعليمها للأطفال، فاللغة تحمل ثقافة الشعب وتاريخه وتحكي أصالته.
الأطباق التقليدية. غالبا ما يتم الخلط بين مطبخ اللاز ومأكولات البحر الأسود، فمطبخ البحر الأسود يتضمن بعض أنواع المأكولات التركية التقليدية رغم أصالته، أما مطبخ اللاز فيهيمن عليه الملفوف الأسود وسمك الهمس ومنتجات الألبان. يشتهر اللاز بسمك الهمس المعروف بحجمه الصغير وسعره الزهيد، ويصنعون منه أطباقا عديدة، إذ يستهلك طازجا في الشتاء في موسمه، ويحفظونه للصيف بعد تنظيفه وتمليحه في أوعية فخارية. ويصف اللاز العائلات التي لا تملك حظيرة للأبقار والماشية أسفل منازلها ببيوت جائعة، إذ يتناولون منتجات الحليب من الأجبان والألبان والعيران والزبدة يوميا، ويفتقر المطبخ اللازي للحوم فهي ليست شائعة في وصفاتهم. الشراكسة. وإلى الشراكسة، وهم الشعوب الذين سكنوا شمال القوقاز، اعتنقوا الإسلام تأثرا بالإمبراطورية العثمانية وتتار القرم، وبعد هزيمتهم على يد روسيا القيصرية عام 1864 تعرضوا شأنهم شأن بقية الشعوب المسلمة في القوقاز للتهجير والإبادة، فقد نفي 1.5 مليون شركسي إلى مناطق سيطرة الإمبراطورية العثمانية، واستقر عدد كبير منهم داخل حدود الجمهورية التركية الحالية، ويعيش أغلبهم في مدينة قيصري. ضم الجيش العثماني أعدادا كبيرة من الشراكسة في صفوفه، وتقلدوا مناصب قيادية فيه، إذ اشتهر محاربوهم بالشجاعة وقدراتهم القتالية العالية، وكان لهم دور بارز في حروب البلقان وحرب الاستقلال. الحياة الثقافية والسياسية. حافظ الشركس على عاداتهم وثقافتهم وتماسكهم المجتمعي، فيحيي شركس تركيا كل عام ذكرى تهجيرهم، وينظمون لقاءات وتجمعات بهذه المناسبة تضم عددا كبيرا من أفراد هذا المجتمع من مختلف الولايات التركية. في عام 2014 تأسس أول حزب سياسي، حزب الديمقراطية التعددية، لتمثيل الشركس الأتراك، ويمثل نقطة انطلاق مهمة للشركس للوجود في الساحة السياسية لأول مرة من خلال هوياتهم الخاصة. وأظهرت نتائج انتخابات 2015 أن الناخبين الشركس كان لهم تأثير حاسم في ولاية قيصري التي يعيشون فيها بأكبر كثافة سكانية. ويحافظ الأتراك الشركس على العلاقات والروابط مع جميع الشراكس حول العالم لحماية ثقافتهم وموروثهم الفني، إذ يوجد في تركيا ما يقرب من 250 جمعية للحفاظ على تقاليدهم حية، تنضوي تحت اتحاد الجمعيات القوقازية كافيد. لم يعاني الشركس في تركيا من سياسات الاستيعاب أو الصهر القومي، ولم يضطروا لإخفاء هويتهم العرقية، وبحسب تقرير أعدته وكالة الأناضول، قال جمال قرداغ مختار حي أرطغرل في مدينة قونية الذي يعيش فيه اليوم نحو 120 عائلة تركية من أصول شركسية، لطالما عمل شركس كأشخاص من الدرجة الأولى في تركيا، وينظر إليهم وإلى عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم بعين الاحترام داخل المجتمع والدولة. تمكن من الدراسة في جميع ومختلف المدارس بالطريقة التي أردناها، حصلنا على مختلف الوظائف في جميع قطاعات الدولة، إن لم أقل أرفعها، لم يقم أحد بتقييد تطورنا وتقدمنا في الدولة والمجتمع. وفي السنوات 20 الماضية، وفي ظل انفتاح الحكومة التركية على منح مساحات أوسع للأقليات الموجودة على أراضيها، بدأ بث مواد باللغة الشركسية على قنوات TRT، ودخلت اللغات القوقازية كدورات اختيارية في المدارس، إضافة إلى افتتاح أقسام اللغات والثقافات القوقازية في عدة جامعات. في نهاية هذا الملف الذي تناول عدة أعراق تعيش ضمن أراضي الجمهورية التركية، تتفاوت من حيث اندماج أفرادها مع بقية العرقيات ومن حيث تقبل الأغلبية لها، يمكن القول إنه من الممكن تحقيق مصالحة ديمقراطية عميقة الجذور ودائمة في العلاقات بين الأغلبية والأقلية والدولة من خلال المصالحة ذات الاتجاهين، أي من خلال سياسات حكومية تحمي الهويات الفرعية للأقليات وتضمن في الوقت نفسه
اندماجهم في الهوية العليا.